فاتك كابتن شطه، واكيد حضرتك عرفت او حضرتك شفت، كانوا جايين على النادي الاهلي قوي سواء قصد او دون قصد، لكن كانوا سبب رئيسي ان النادي الاهلي يعني بيخسر مكسب هذا اللقاء. فحضرتك شفت الحكام ازاي وادائهم ازاي، وهل الاخطاء اللي بيقع فيها الحكام وبيتم معاقبتهم من قبل الاتحاد الافريقي، هل هي بتعوض النادي الخاسر بسبب الحكام، بتعوضه اي شيء ايا كان؟ والله بص، عشان احنا لو 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 بصينا لكل مباراه انه حكم اخطا وظلم فريق او اخطاؤه يعني ادت لفريق اخر انه يكسب، الحاجات دي طبعا احنا في الاتحاد الافريقي عندنا لجنه حقيقه بتتابع طبعا، وبتحاول بقدر الامكان انه يكون الحكم يطلع بدرجه 10 على 10 عشان لا يظلم فريق ولا ياخذ قرار ياثر على نتيجه المباراه. اكيد الحكم هي الحكم اللي كان مباراه الاهلي والترجي ده يعني اخطا يعني فيها خطا مؤثر جدا، اللي هو التسلل اللي اتحسب على جاي ده كان ده ما كانش تسلل ابدا بالظبط، وكان يجب عليه انه يكون حريص انه في موقف زي ده كره سهله ما كانش في داعي بالظبط انه يعني يحرم النادي الاهلي او اي نادي كان في موقف زي دوت، انه دي كره خلاص انفراد تام وفي اثنين لاعبين موجودين وكانت سهله جدا، يعني ده خطا انا بعتقد انه خطا مؤثر تاثير كبير جدا في المباراه. ضربه الجزاء طبعا عارفين ان ضربه الجزاء الاولى دي ضربه جزاء صحيحه جدا احتسبت، الطرد فيها طبعا يعني حسب القانون الجديد انه طالما حصل كوليجن معرفش يعني التصادم، والتصادم ده كان غصبا عن انه يعني ازارو دخل وعمل حقيقه لعبه متميزه جدا انه حط اللاعب في ظهره بالظبط، واتخذت ضربه جزاء صحيحه جدا. الطرد فيها يعني على كان فيها خلاف ونقدر نقول على انها ممكن تكون فيها طرد وممكن ما يكونش فيها طرد طبقا لرؤيه الحكم انها هي دفع باليدين او هي تصادم، لانه الدفع باليدين والعرقله والشد والمسك لازم طرد. طيب لو ايه يعني انا اسف يا كابتن شطه هقطع حضرتك يعني عشان يعني ابين برضو لحضرتك كل الحكام المميزين جدا، الحكام او اللي احنا بنقول عليهم خبراء التحكيم في الوطن العربي عموما طلعوا وقالوا ان هو ضربه جزاء صحيحه ويستحق الطرد في هذه الحاله. لا وانا سالت بقى، سالت الفيفا وسالت اليويفا وسالت الاتحاد الاسيوي وسالت كل حاجه، اختلفوا في هذا الموضوع تمام شديد ليك، وانا بقولها لك اهو. لا طبعا دي. اكيد حضرتك ادرى طبعا. لا لا ما انا بقول لك هم اساسا الحكم في الحته دي هل هي دفع ولا هي ان هو هو نتيجه التصادم دي جت فيه. كل حكم هيفسرها، بقول لك الطرد كان ممكن لو طرده لن يعيبه احد، ولو ما طردوش يفسر اللي انا في تفسيري ده تمام. بس انا بعتها معلش بعتها لحكام في امريكا الجنوبيه، انا حاجات دي لعلمك الخاص، ده درس تعليمي للحكام عشان بعد كده تبقى في يونيفورميتي، تبقى في كله طالما حاسه زي دي، ده يحسبها ضربه جزاء بالطرد وده يحسبها ضربه جزاء بالطرد، ما فيش حد يقول لك والله انا شايف وانا مش شايف. انا دي احنا بناخدها تبقى زي حاجه تعليميه. انا بتفق مع حضرتك كابتن شطه، بتفق مع حضرتك ان ازارو ورط لعيب الترجي في هذه ال برافو عليك، انا بتفق معاك تماما، دي نقطه مهمه جدا، انا بتفق معاك تماما، لان هو استغل موقفه ازارو كمهاجم ذكي جدا ان هو دخل وقطع للعمق ان هو يسيبه يا اما يجيب جون او يعمل معاه ضربه جزاء. انت في الحاله دي كلاعب او كمدرب او كحكم هل يقدر يتفاداه؟ لو رفع ايديه وتفاداه مش هيتفاداه باي وسيله من الوسائل، هيصطدم بيه او هيدفعه. كلامك صح، انا الافضل انه يتفاداه. ليه؟ عشان ما يخليش الحكم انه يشوف انه زقه بايديه او دفعه. انا مع حضرتك تماما، هو ازارو ما ادالوش فرصه ان هو يتفاداه تماما، حتى يعني هو ما ادالوش فرصه. لا ازارو في اللعبه دي انا اهنيه 10 على 10 تمام. دي مقاومات مهاجم يعني لازم الناس تقدر هذه اللعبه، لانه كان ممكن يجري بالجنب تمام ويفضل يجري وبعدين يشوط، لا تمام راح قاطي على طول خلاص ظهره، دي حقيقه يعني موقف هجومي يعتبر يعني يدرس حقيقه تمام. عمل الثانيه انا طبعا بتكلم على على على, على الحالات الثانيه، اتفضل ضربه الجزاء الثانيه اختلفوا بها برضه فيها، قال لك داخل المنطقه الجزاء اللي هي ازارو برضه في الاخر دي برضه اختلفوا بها. انا بس مش عايز اقول التحكيم كان يعني اضر بالنادي الاهلي خصوصا في حالات التسلل، والقرار بتاع الحكم كان ضعيف يعني كان ضعيف بدليل انه يعني في بعض الامور كان يجب ان يكون شخصيته قويه فيه، يعني التحكيم يمر بمشكله يعني الان في كل حته. فاحنا بقى من ناحيتنا، انا من ناحيتي يعني انا كل الحالات التحكيميه دي لجنه الحكام بتاخدها بتدرس منها الحكام، تعرضها على الحكم نفسه، بتجيب الحكم تقول له تعالى انت يا حكم
اللعبه دي مع احترامي الشديد ليك شايفها ايه؟ قول لنا انت شفتها ازاي؟ عشان الحكم برضه قدام زمايله وزمايله بيتعلموا من هذه الامور. وبعدين احنا في صراع يعني دائم بين القرارات الصحيحه والقرارات الخطا، والحكم ممكن يفسر غلط، والحكم ممكن يقول والله انا شايفها دفعه ومش... يعني دخلنا في مواضيع صعبه جدا. ولكن انا بقول الحكم الحقيقي في المباراه القادمه في تونس يعلم تماما المباراه دي وما حصل فيها، ويعلم تماما انه دي يعتبر نهائي مبكر، ويعلم تماما حرصه الشديد جدا على ان يكون عادل ويكون فير. وهو يعني عموما انا ما اتصلتش بيه عشان اعرف اذا كان لي قريب ولا مش قريب، لانه التساؤل ده في حد ذاته بنعتبره احنا من ناحيتنا افرض قال لي انا ماليش قريب وهصدقه ولا ما صدقوش. بس كابتن شطه لو هو ما قالش يبقى حضرتك عملت اللي عليك كاتحاد افريقي. ولا حتى لو انا عملت اللي عليا كان يجب عليه من الاول لما عيناه يقول والله عندي قريب مثلا. ما هو ممكن ما يقولش ممكن قبل ما نعلنها انا اقل احنا يبقى في شفافيه وعندنا حكام كويسين متميزين عندنا بنديت في جنوب افريقيا وعندنا أكيد. عندنا حكام موجودين كان ممكن، لكن ما الراجل طالما عرف انه هيحكم الماتش وانه وقالش يبقى خلاص احنا بنعتقد. انا قصدي يا كابتن شطه انا قصدي في ايه؟ ان انا دلوقتي مثلا انا الحكم اللي حضرتك رشحتني المباراه، انا هحكي المباراه ولو حضرتك جيت لومتني بعد كده اقول لك والله حضرتك ما سالتنيش، لكن لما تسالني وبعد كده اعرف ان انت كان ليك قريب فعلا يبقى انا ليا الحق ان انا اتخذ معاك اي اجراء صارم بالتأكيد. ومش هتفتح بقك. بالتاكيد بالتاكيد بالظبط. احنا برضو احنا قلنا لو كل واحد ليه قريب في 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 في, في نادي ودورنا على الحكام لقينا مثلا خمسه حكام عندهم قرايب في خمسه مباريات هنعمل ايه؟ ما دي مشكله بقى، لازم الحكم يعرف تماما انه بيتعامل مع قريبه زي ما بيتعامل مع يكون العداله في التحكيم دي مهمه. الحكم اللي بيظلم ولجنه الحكام بتعرف انه ظلم بقرار خاطئ والله بيعاقب، بس العقاب دايما بيكون خصم نقاط، وممكن النقاط دي تخليه من اليت متميز او نخبه تنزله سينيور، ممكن بعد كده ينزل بقى الست شهور، يعني ليها لائحه موجوده بحيث انها تبقى موجوده انترنالي. هو الحكم يا كابتن شطه تمام، الحكم يا كابتن شطه هو قاضي الملعب، والقاضي عموما في حتى في المجال القضاء عموما في اي دوله القاضي ما يحرم عليه ان هو يحكم في مساله فيها حد من قرايبه او حد من اصدقائه، القاضي ساعتها بيستشعر الحرج وبيعتذر عن الحكم في هذه القضيه. كذلك الحكم احنا كلجنا يعني كلجنا سالتهم قالوا احنا ما عندناش علم بهذا الموضوع ونعتبر الموضوع ده كانه ما سمعناش عنه، هم ما قروش انا اللي قريت لانه هم ما يعرفوش عربي فهم طبعا ما يعرفوش انه في لحد دلوقتي في انا بلغت بس بعض الاخوه في الاتحاد انه هل في قرابه عشان نكون عارفين بس من اجل المعرفه تمام. لكن حتى لو في قرابه ما اظنش انك تتابع الحكم عشان ان هو يجي يعني مع احترام الشديد رايح كاس عالم، رايح كاس عالم، تعرف كاس عالم دي الحكام دي تعتبر حاجه يعني ما يجيش بقى والله لو اخويا انا معاك ما جاملش فيها انا معاك يعني احنا بس انت عارف كنادي الاهلي يا كابتن شطه وحضرتك طبعا يعني شرفت ونادي الاهلي شرف بيك ان حضرتك كنت منتمي ليه في يوم من الايام، ان النادي الاهلي عانى تحكيميا في الفتره الماضيه في مباراتين متتاليتين في الدوري العام وكمان في افريقيا، وحضرتك عارف يعني ايه افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي، وكان ممكن الحكم لو كان حتى فير بنسبه 80% وانا معاك ان هو اكيد غير قاصد يعني خلينا دايما في حسن النيه، كان لو 80% فير كان النادي الاهلي كسب مكسب مريح المباراه السابقه يعني تغنينا عن الضغط العصبي اللي احنا محطوطين فيه كجماهير وكلاعيبه في مباراه رادس القادمه ان شاء الله. والله انا بايدك تماما انه التحكيم يعني ظلم النادي الاهلي وبرضه في تحكيم بيظلم انديه اخرى وفي تحكيم بيجي على انديه على نادي، والتحكيم طول عمره هيفضل بهذا الشكل الى ان توضع بقى اجهزه التلفزيون ويكون في عناصر اخرى بتحدد يعني حد يعني موضوع التلفزيون ده ولا والتحكيم عن طريق التلفزيون ده لا يجب ان والله انا طلبت من 4 سنوات وبلاتر كان موجود قلت له لازم تدخل التلفزيون في تحديد الحالات الصعبه. طب ايه المانع يا كابتن شطه؟ يعني ايه المانع؟ ايه المانع لما كل البطولات الاوروبيه فيها وكل البطولات القاريه فيها واحنا بس افريقيا اللي ما فيهاش لا حكم خط ولا كاميرا فيديو؟ ليه يعني؟ يعني ليه خلاص يعني؟ ان شاء الله موضوع بنجهز دلوقتي من ناس متخصصه حكام يعني يقعدوا على المونيتورز، والاتحاد الافريقي يعني السنه دي هيعتمد هذا الامر وهيعملوه في البطولات الافريقيه في كاس الامم وكده، لانها لا يمكن مع الكره السريعه دي مستقبلا انه الحكم يستطيع لوحده انه في ملعب
في ملعب أكيد. 120 في 80 اكيد يقدر يجري في الملعب ده كله خصوصا مع سرعه الكوره وسرعه ريتم الكوره 8 حكام ولا 12 حكم في التنس بالظبط ومع ذلك بيستعملوا الايه بيستعملوا الكاميرات الكاميرات فبالتالي اعتقد ان الحكم عشان يحكم في هذا الملعب الكبير لعدد كبير قوي من عدد 22 لاعب لازم يكون فيها معاه اجهزه اخرى تساعده حتى انا حتى لا نظلم حد ولا حد يظلم حقيقي يعني انا أكيد. انا بعتقد ان نظام الحكام ده يعني مؤثر جدا لدى اللاعب ولدى المدرب ولدى الجماهير ولدى الانديه طبعا اتمنى انه الموضوع ان شاء الله الاتحاد الافريقي يعتمده والاتحاد المصري باذن الله برضه يحاول انه يدخل هذا ال في يا رب يا رب يا كابتن شطة يعني اكيد حضرتك خير ممثل ونتمنى لينا. ونتمنى النادي الاهلي يكسب يعني نتمنى النادي الاهلي يكسب أكيد. ان شاء الله حضرتك يعني يعني حضرتك اكيد خير ممثل النادي الاهلي في الاتحاد الافريقي يعني يا رب يهتم بموضوع التحكيم خصوصا مع النادي الاهلي حضرتك برضو عارف لما انا اجي كحكم النادي الاهلي ببقى واخدني الزهوه شويه مع كل الانديه معلش اكيد لا اكيد يعني بس يعني احنا برضو قلبنا شويه مع النادي الاهلي يا كابتن شط لا انا قلبي مع النادي الاهلي والله بس ما اقدرش اقول حاجه هكسب النادي الاهلي لا خالص 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 احنا مش عايزين حد يكسبنا احنا عايزين حد يدينا اقل حقوقنا عايزين العداله للفريقين يا سيدي ادونا بس اقل حقوقنا اقل حقوقنا يا كابتن شط كل التوفيق والشكر لحضرتك العداله لازم ان شاء الله شكرا جدا لحضرتك وكل التوفيق لحضرتك ان شاء الله في الاتحاد الافريقي ويا رب ان شاء الله يكون الحكام على قدر المسؤوليه يعني كانت مكالمة مهمة جدا